بلد أهلها مسلمون لكن يصوتون للحزب الألماني بالبرلمان، هل يجوز أكل لحوم تلك البلاد؟ من الذين يذبحون؟ العبرة بالذين يذبحون، هل الذين يذبحون مسلمون؟ وأما ملاحدة، إذا كانوا ملاحدة ومن أهل الشرك لا تجوز ذبائحهم، إذا كانوا نصارى جازت ذبائحهم، إذا كانوا يهود جازت ذبائحهم، إذا كانوا مسلمون إذا كانوا مسلمين جازت ذبائحهم. فبين من الذابح وكيف ذبح، كيف ذبح، هل ذبح وسمى الله أم لم يذبح أم وقتلها بالرصاص، بين لنا أو بالكهرباء، بين لنا.